ونروح لنادي الزمالك ورجوع مرتضى منصور بحكم قضائي، وهل الحكم هيتنفذ ولا لا. خلاص كده احنا خلصنا من المقدمة، نروح لموضوع مرتضى منصور ونادي الزمالك. طبعا الحمد لله انفردت معاكم منذ شهرين، وكنت الاعلامي الوحيد في مصر، بلاش اعلامي عشان انا مش اعلامي، انا على باب الله، كنت الراجل الوحيد اللي على باب الله في مصر الوحيد، واي حد هيقول غير كده هقلع له الجزمة، لاني مش هسكت تاني على سرقة نجاحاتي ولا سرقة انفراداتي. كل الناس اتريقت عليا، وكل الناس شتمتني، وكل الناس ما كانتش مصدقه، حتى حضراتكم في اللايفات. انت يا عبد الناصر في ايه؟ انت ايه اللي غيرك؟ انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه بتعمل له كده؟ انت ليه بتعيد تلميعه؟ قلت لكم يا جماعه ولا ليا دعوه، انا بقول لكم معلومات. مرتضى منصور راجع، المعلومات اللي عندي انه قعد مع كامل وزيري، المعلومات اللي عندي انه قعد مع الوزير وانفردت معاكم بالملف، قعدة الوزير اللي قبل عيد الضحية، وقعدة الوزير اللي قبل طوكيو، اولمبياد طوكيو. واخد بالك انت؟ وبقيت زي الفل. وانفردت حتى لو الدكتور مصطفى عبد الخالق لما كان معايا اترهن على الهوا. وحتى لما كان بيكلمني اي حد كنت بتحداه. النهاردة من المفترض الناس تتعلم بقى، اعتبروها غرور. اه بصراحة انا زهقت، اعتبروها غرور، اعتبروها راجل متمكن من ادواته. اعتبروني في الملف ده بروفيسور، بعرف اجيب المعلومة قبل الناس بسنين. زي النهاردة بقول لك الجديد، محدش يعرف حاجة بعد ربع ساعة. يعني لو سألتني ايه اللي هيحصل اقول لك محدش يعرف حاجة بعد ربع ساعة. ايه الجديد يا عبد الناصر؟ محدش يعرف حاجة، هي ادوار بتتقسم، ولكن الاكيد انه لو عاد مرتضى منصور سيعود للدعوة للانتخابات، ليس عودة مجلس كامل، ولا سيمارس مهامه كرئيس نادي هو ومجلسه. فارجوكم، انا بسبق الناس بشهور في كل حاجة بفضل الله، خصوصا في القضايا اللي انا متميز فيها من اول ما اشتغلت في المهنه دي. فلما اقول معلومات، لما تيجي تستغربها ممكن تستغربها دون ان تقلل مني، او دون ان توجه لي اهانه، او دون انك انت تتفلسف وتقول الكلام ده عاري تماما من الصحه ومش هيرجع وانتهى. في هذه البلد لا تراهن على شيء، لان كل شيء جائز وكل شيء على حسب مقتضيات الاحوال. النهاردة تحقق واحد من أهم انفراداتي معكم من أكتر من 3 أشهر أو 4 أشهر. شوفوا عيد الضحية من قد إيه؟ من قبل عيد الضحية بأسبوع، وأنا قايل لكم مرتضى منصور راجع، وإن في مضلعة قانونية ومفيش غير حل من 2، لا تغيير القانون لا مرتضى يرجع يدعو للانتخابات. أنت دلوقتي أمام ضمنة مقفولة، ما فيش حد يقدر يفتحها غير وزارة الشباب والرياضة، هي الوحيدة زي ما قالوا الإخوة المستشارين الأفاضل لما سألناهم، التي من حقها أن تقدم استشكال، واستشكال بشكل عام في الإدارية العليا، وهو الذي يوقف التنفيذ. هل ستفعل ذلك؟ أقول لك أنا ما عنديش معلومات. المعلومات اللي عندك إيه؟ إن يا سيدي الفاضل الراجل ده جاي من 2 ل3 ل7 ل10 يدعو الانتخابات فقط لا غير. هل هينزل انتخابات؟ سيتوارى تماما من المشهد بعد ذلك. ايه اللي تم؟ ابنه او احد ابنيه سيخوض الانتخابات، احمد او السيد امير، مع كامل الاحترام والتقدير. هذا هو الموضوع ببساطة. السؤال، الرجالة هربت ليه من نادي الزمالك؟ اسألوا فين الرجالة اللي كانت قاعدة تشتم فينا، وكل واحد عامل دكر وبسبعة تلسن، كله نام تحت السرير، وبسأل الامن بتاع نادي الزمالك قبل ما اروح لعلي حمام، ايه يا عم سلمته المواقع في ثانية، ودخلته فلان وعلان، مع كامل الاحترام للجميع، والناس متصورة من النادي كأنها فتحت عكة. هو في صيغة تنفيذية جت من المحكمة، ولا مرتضى منصور مع كامل الاحترام والتقدير وصل استلم النادي عشان تحصل الهلومة دي؟ ومين اللي سمح لدول يا كابتن حسين لبيب انهم يدخلوا النادي؟ ومين اللي سمح للمنظرة والحدوتة دي تحصل؟ الرجالة يا جماعة ماتت.
كانت واختفت، بيدوروا على عبد الناصر زيدان يتكلم ويحميهم. وانا بقول لكم هاشتاج اتفرجوا، كلمة ونص بقولها، اي حد هيتعرض لي مش هسكت او هيتعرض للناس اللي بتهمني فقط لا غير. غير ذلك على الله قصده السبيل، لا لي دعوة بيه ولا لي دعوة بيا ولا يلزمني ولا يلزمه. ولكن اذا كنت قلت المقدمة بتاعتي ردا على القضايا اللي جت لي امبارح، وان انا بوجه له تحذير شديد اللهجة، خلي بالك من اللي جاي، واوعى تمسك حديدة وتشتم، لان العواقب ستكون وخيمة يا استاذ مرتضى يا منصور وربنا معاك. وانا رديت باستفاضة على كل الناس اللي كانت بتقول مش عارف رجع مين وهيعمل لك ايه. الاحترام المتبادل ما دام ليس هناك تجاوز. استاذ علاء حمام سلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. قول لنا بقى الاوضاع وما لديك من معلومات. يعني اول حاجه بس لازم نوضح للناس ان ده اول درجه، يعني يحق الطعن عليه ويحق. لا لا يا استاذ علاء لو سمحت كلامك غلط، ده مش اول درجه، دي درجه نهائيه وحكم واجب النفاذ دون استشكال الا لو استشكلت وزاره الشباب والرياضه في الاداريه العليا. ده كلام. طب ما تيجي اراهنك، ما تيجي اراهنك يا بيه، من غير ما تراهني يا اسمعني يا بيه، انا هراهنك على 10000 جنيه يا عمي. يا عمي ما تراهنيش، الحكم اول درجه يا بيه، ما تراهنيش يا عمي. 10000 جنيه مني ليك يا بيه، الحكم اول يا بيه يا بيه، ويحق لوزاره الرياضه الطعن والاستشكال عليه يا بيه. ما تراهنيش المستشار يا انا براهنك يا عمي، من غير ما تراهني على 10000 جنيه يا عمي، وزارة الرياضة الطعن والاستشكال عليه، والاستشكال والطعن يوقف تنفيذ الحكم. يا سيدي الفاضل أراهنك على 10000 يا عمي، وتراهني ليه؟ الناس كلها يا عمي بتراهني ليه؟ لا بص يا عم، أنا موافق إنك أنت أنا موافق إنك أنت تراهني على 10 جنيه مقابل 10000 مني. يا 10000 جنيه مني ان هذا الحكم على قدك اول درجه، ووزاره الرياضه يا جماعه غلط طعن عليه ويحق الاستشكال ضده، ولو تم الاستشكال ضده يتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم. يا جماعه ده كلام علاء، وبقول لكم غلط، هو حر يقول اللي عايزه. يا جماعه الكلام ده كلامي انا، وانا مسؤول عنه، وبقول لكم كده، وانا مسؤول عن كلامي. انا مسؤول عن كلامي وصححت الموضوع كله برمته على بعضه. المستشار اشرح لكم الموضوع كله برمته على بعضه. المستشار معالي المستشار ايمن، معالي المستشار ايمن سيد نائب رئيس هيئه قضايا الدوله، اكد لينا واكد لامر اديب على الهواء مباشره وعزع لكم الفيديو، الجهه الوحيده التي لها حق تقديم الاستشكال على حكم عوده مرتضى منصور هي وزاره الرياضه فقط، والاستشكال يكون بشكل عام لان الحكم بات ونهائي، وذلك يوقف تنفيذ الحكم لحين بت القضاء فيه. ده نائب رئيس هيئه قضايا الدوله. طب انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ قلت وزاره الرياضه يحق لها. لا انت بتقول لا يا بيه يا بيه يا بيه، بص بص يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه، انا مش معترض على دي، انت بتقول اول درجه، انا بقول لك غلطان، ده مش اول درجه. انا بقول لك هذا الحكم اول درجه ويحق لوزاره الرياضه الاستشكال ضده، والاستشكال ضده يا جماعه يا جماعه يا جماعه، وزاره الشباب والرياضه يحق لها الاستشكال في الاداريه العليا ويوقف ذلك التنفيذ، ولكن الحكم ليس اول درجه، الحكم نهائي وبات، والاستشكال امام نفس المحكمه لا يوقف التنفيذ، الاستشكال امام الاداريه العليا زي ما قال نائب رئيس هيئه قضايا الدوله. فعلا الاستشكال امام المحكمه الاداريه العليا، وهذا الحكم على مسيرة كان على حمام اول درجه ويحق لوزاره الرياضه الطعن والاستشكال ضده، والاستشكال يوقف تنفيذ هذا الحكم. وزير الشباب والرياضه يا جماعه قال على صدى البلد نلتزم بالقرارات والاحكام القضائيه، وسيتم دراسه الموقف القانوني بشكل عام بما يتماشى مع احكام القضاء وعدم الاضرار بالزماله قدر المستطاع زي ما قلت لكم. طيب انا بقى مسؤول في وزاره الرياضه قال لي هذا الحكم ليس نهائيا، اعتباره صادر من محكمه اول درجه
وسنطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا لوقف تنفيذ الحكم. كذاب. انا حر يا سيدي. انا الراجل اللي قال لك ده كذاب. انا بقول لك اهو، ولو سمعني الراجل اللي قال لك ده كذاب. طب بلاش، بقول لك ايه بعد اذنك، احنا في انا وملناش علاقه يا بيه. انا عارف بقول لك ايه، اي حاجه بعد اذنك. طيب قول عليا انا اي حاجه وملناش علاقه بالمصادر بعد يا بيه. يا بيه يا بيه الوزير ومكتب الوزير، الناس انا كلمتهم اتكلموا باحترام، قالوا الحكم لم يصلنا ولما يصلنا سندرسه ونتخذ الاجراءات القانونيه. اللي قال لك كده كذاب وما بيفهمش. بعد اذنك اتكلم معايا انا. طيب مالناش علاقه يا حبيبي. انا عارف بقول ايه، انا عارف بقول ايه. لا اله الا الله يا سيدي. طب وهو الوزير ما قالش ليه؟ قول عليا انا كذاب، ما تقولش للمصادر كذاب. انا بقول لك معلومه جايبها، قول لي انت كذاب. خلاص ما تقولش معلومات بدل الوزير اتكلم. انت بتقول مصدر يا استاذ. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، احنا اتفقنا خلاص ان الاستشكال، وان الاستشكال يتم امام المحكمه الاداريه العليا، صح ولا لا؟ يا بيه بص، بدل الوزير اتكلم، فيش حاجه اسمها مصدر، كلام الوزير قدامي. طب خلاص خلاص، ما تزعلش يا استاذ عبد الله. يا جماعه هننتظر الوزاره لما تاخد قراراتها. الحكم يا جماعه، الحيثيات معايا كلها كامله. الحيثيات معايا كاملة، واعتصل الوزارة غدا، والوزارة ستدرس. الوزير كلام واضح، نحترم كلام الوزير. خلاص يا جماعة هنستنى عشان الأستاذ عبد الناصر، عشان المصادر برضه ما تزعلش مننا ونحترمها. هننتظر قرارات الوزارة بعد ما يصلها الحكم وتاخد القرار بتاعها، هنقوله بمنتهى الشفافية. يا جماعة أدي حيثيات الحكم، وأنا قاري كويس جدا قدامكم من 9 صفحات. من 9 صفحات، وليس له أي مخرج غير الوزارة تستأنف في الإدارية العليا. لو أنه أول درجة تستأنف عند ذات المحكمة، لكن الإدارية العليا، لأن المحكمة الإدارية اللي أصدرت قفلت. يا جماعة ده في شق الموضوع. قبل كده كان في حكم في الشق المستعجل، وقبل كده كان في جلسات للمرافعات وحجزت للحكم، والقاضي قال هذا الكلام في الحيثيات. بس ما فيش وقت اقرا لكم ال9 ورقات، لكن انا قاريهم كويس جدا وعارف بقول ايه، واستعنت بناس قضاه استشرتهم قبل ما اتكلم، عشان انا عارف بطلع اقول ايه. قول لنا بقى الاحوال جوه نادي الزمالك ايه؟ والله الاحوال جوه نادي الزمالك كله في انتظار طبعا تصرفات وزاره الرياضه، الجميع في انتظار ما ستقوم به الوزاره. وانا احتراما لرغبه حضرتك هننتظر قرار الوزاره، ولما يخرج قرار الوزاره هنعلنه بمنتهى الشفافيه عن الناس، وهنقول والله وزاره الرياضه اتخذت القرارات 1 2 3 4 بالظبط. لو وزاره الرياضه لها حق ان هي تنفذ الحكم ده من غير ما تقدم استشكال، ولها حق انها تقدم استشكال وتوقف تنفيذ هذا الحكم. انا انتظر قرار وزاره الرياضه مع احترامنا للجميع.